هذه نتيجتنا. عودة للتوقيت الزمني أو هذا التوقيت، اعذرونا على التوقيت. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك العين سهيل بن محمد بن ذويب العامري. هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام شاهدتوا المتعه والاثاره في هذا الصباح المثير. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وشاهدتوا شوط المهرجانات الذي ذهب مع العين سهيل بن محمد بن ذويب العامري ايضا بدون اوامر التي تالغت بشوط المهرجانات. نسير مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه ويسير شوطنا الحادي عشر في تعداد اشواطي هذا اليوم الخاص بمنافسه الجعدان الاذاع المحليات الاصايل. مسافتنا هي المعتاده في هذا اليوم الخمسه كيلومترات التي تشهد هذه المنافسة الغوية من شعارات أصحاب السمو الشيوخ وشعارات ابناء الغبايل على أرضية ميدان سيف العرب. نسير إلى المقدمة والبداية، نتابع الصدارة والمركز الأول، وهنا على المقدمة ياتي مريح حارب بن محمد بن حمد الاختبي يتصدر الجميع مع الصدارة الأولى، بينما نقلتنا على المركز الثاني وياتي هنا سلهود سلطان بن خميس بالصوب الاكتبي يتقدم على مركز الوصافة، بينما نتابع المركز الثالث. وفي المركز الثالث الآن يأتي هنا الجارح انهيان بن معتوق بن ثرية العامري يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع. هذا شعار بن عنتر متواجد على ظهر اللي هو الفارع محمد بن سالم بن ناصر. نعم ياتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس، المركز الخامس هذا مغادر سعيد بن السيد بن ابراهيم الهاشمي ياتينا مع المركز الخامس ويتقدم بالانطلاق المثير، بينما في المركز السادس، في المركز السادس هذا الساعي لمحمد بن عبيد بن علي بن شميل الخاطري يتقدم على المركز السادس وسابع المراكز. كزادة صياد مبارك بضعي بن سيف الشام سياتينا مع هذه الانطلاقة على المركز السابع وثامن المراكز. هذا شاهين سيف بن سالم الخريباني النعيمي وتاسع المراكز. في المركز التاسع هذا الجامع خليفة بن محمد بن شاهين المرر، وعاشر المراكز هذا شعار صعبي مرغم يتقدم مشاهدين الكرام صياد بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى. وفينا لمسامعكم هذه الأسماء، ولكن يا مصور لا تفوتك هذه اللقطة، أعطينا لقطة لبقية الأسماء اللي خلف العشر المراكز الأولى، لأن هذا الشوط يضم له شعارات، يضم له شعارات قوية، أسامي لامعة في هذا العالم الساحر. عودة إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مريح، إلى مريح اللي على المقدمة الأولى، مريح اللي على الصدارة الأولى، يأتي على المركز الأول، يقدم لنا حارب بن محمد بن حمد الاكتبي في صدارة هذا الشوط. وفي البداية المركز الثاني هذا سلهود، سلهود لسلطان بن خميس بالصوب الاكتبي ياتي مع المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث هذا سلهود يتقدم متابعين العزام. هنا ياتي هنا الفارع، نعم الفارع محمد بن سالم بن ناصر النعيمي يتقدم مع المركز الثالث. اما في المركز الرابع، في المركز الرابع
المتابع اللي يتسلل هذا مغادر سعيد بن السيد بن ابراهيم الهاشمي وخامس المراكز الجارح النهيان بن معتوق بن ذري العامري وهناك الاسماء الغادمه ياتي هنا الساعي محمد بن عبيد بن علي بن شميل الخاطري مع المركز السادس في هذه الانطلاقه المركز السابع المركز السابع هذا شاهين لسيف بن سالم الخريباني النعيمي وثامن المراكز في المركز الثامن هذا صياد مبارك بن ضعي بن سيف الشامسي ولكن هنا الغدوم هنا الغدوم من صياد بدأ هنا يقترب الآن مع هذه الانطلاقة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان بحضورك يا أبو سلطان يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل تجهيزه لهذا الموسم الحافل ناخذ اللي على المركز العاشر المركز العاشر هنا الوصول من الجامح الجامح خليفة بن محمد بن شاهين المرر الله 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 الأسماء بدأت تقترب لكن عودة مع أيضا لافتة الإعلان الأخير 1200 يبعد خط النهاية 1200 ونعود مع مريع ونرجع مع مريع اللي على المقدمة الأولى اللي على المركز الأول انفرد في صدارة هذا الشوط يقدم لنا مباة أيضا حارب بن محمد بن حمد الاكتبي ولكن الأسماء بدأت الآن تقترب النعيمي غادم النعيمي غادم وهنا السيد واصل وهناك من الجانب الآخر اللي غادم شاهين لسيف سالم الخريباني النعيمي وهنا الواصل هنا صعبي مرغم صعبي مرغم يتقدم مع صياد بدأت الأسماء تقترب روح يلي بتروح روح يلي بتروح مع هذه المنافسة بدأت هنا التعليمات بدأت التعليمات في هذه المنافسة غير هنا الفارع 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 محمد بن سالم النعيمي ولكن هنا الوصول من الساعي محمد بن عبيد بن علي بن شميل الخاطري ومن الجانب الآخر هناك شاهين لسالم سيف الغريباني النعيمي وصياد صياد ياتي مع الأمتار الصعبة مع الأمتار الصعبة مع صعبي مرغم محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى هناك الفارع 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 صدرت عليها الأوامر طار الفارع طار إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى العين دار الزين ما شاء الله 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 يا الساعي الساعي والفارع الفارع والساعي الأمتار الأخير الأمتار النهائية الله 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 على هذه المنافسة القوية الله ولكن هنا شاهين الخريباني الخريباني تهانينا لسيف سالم الخريباني النعيمي على هذا الفوز المركز الثاني وصل متابعين الكرام الساعي محمد بن عبيد بن علي بن شميل الخاطري والمركز الثالث كان الوصول متابعين الأعزاء من الجارح عطنا المركز الثالث نتابع هنا مع المركز الثالث الفارع نعم لمحمد بن سالم بن ناصر النعيمي والمركز الرابع المركز الرابع والخامس الحين لأعضاء لجنة خط النهاية نعود مع التوقيت الزمني لحظة أيضا لحظة